لو طلبت منك تقف تقول كلمتين بصدق للجمهور على المسرح، تقولها الجمهور الأهلي ولا الجمهور الزمالك؟ لا لا، أقولها الجمهور الأهلي. الجمهور الأهلي؟ ده أنت حاسم القضية. عشان أنا دلوقتي أنا في النادي الأهلي، ما ينفعش يعني، ما ليش دعوة بأي نادي تاني أو أي جمهور تاني. وأنت في منتخب مصر ممكن تقول إيه لجمهور مصر؟ أقول لهم عادي، مفيش أهلي مشكلة. وزمالك؟ مفيش مشكلة. هتقول كلمتين لجمهور بصدق من قلبك على المسرح. طبعا انا حابب اشكر جمهور النادي الاهلي، بوجه لهم رساله ان شاء الله ان السنه دي ان شاء الله نفرحكم كتير باذن الله، وان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله نقدر نساعدكم بيها السنه دي، والدوري بطولات كتير ان شاء الله، وشكرا على الدعم اللي دايما بتدعموه لي دايما في ظهري، شكرا على كل حاجه بتعملوها معايا، وانا حابب اشكركم تاني، واوجه كلمه طبعا لجمهور الشعب المصري، طبعا ان شاء الله باذن الله نقدر نفرحكم السنه دي طبعا بوجود الكابتن حسام حسن، ان شاء الله نقدر نبقى في كاس العالم السنه دي ان شاء الله، وبطوله افريقيا باذن الله. شكرا.